بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال محمد بن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان في القلائد البرهانية، باب من يرث النصف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فضل الله ومنه بدأنا بالأمس وأخذنا لماذا أخذ المؤلف رحمه الله تعالى بمذهب زيد، وذكرنا ما ذكر في المقدمة، ثم بعد هذا ذكر المؤلف الأمور الواجبة عند الوفاة، وقلنا جمعت في كلمة تدوم. ثم بعد هذا ذكرنا أسباب الإرث، نكاح ولاء ونسب. عندنا سبب مختلف فيه وهو بيت المال، وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. ذكرنا الوارثين الوارثات، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأصول المسائل قلنا سبعة. شرع المؤلف الآن رحمه الله تعالى في بيان من يرث النصف. يرث النصف بالأمس قلنا خمسة: أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع الزوج أو الزوجة فأكثر، وأصحاب الثمن الأرامل الزوجة فأكثر، وأصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج بشرط أن يكونوا جمع أربعة، وأصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لأم، وأصحاب السدس سبعة: الأب والأم والجد والجدة ولد الأم وبنت الإبن فأكثر، والأخت لأب فأكثر. أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة: الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، وجد فرع الوارث يأخذ الثمن، الزوجة عند عدم الفرع الوارث تأخذ الربع، وجد فرع وارث تأخذ الثمن. انتهينا من الزوج والزوجة، يبقى معنا البنت. الثاني من أصحاب النصف البنت. دائما عندنا في أصحاب النصف طبعا غير الزوج: عدم المعصب، عدم المماثل، عدم من تقدم. عدم المعصب يعصب البنت الابن، وعدم المماثل يماثل البنت بنت أخرى فأكثر. انتهينا من البنت. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ كما قلنا عدم المعصب، من يعصبها ابن ابن. وخطأ أنك تقول أخوها، لا، ما تعتبر القرابة بالنسبة لها، تعتبر القرابة بالنسبة للميت. عدم المعصب ابن ابن فأكثر، وعدم المماثل بنت ابن أخرى فأكثر، وعدم من تقدم الابن والبنت فأكثر. الأخت لأب، عدم المعصب، الأخت الشقيقة، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث اللي تقدم، وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجد. الأخت لأب، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. إذن عندنا في أصحاب النصف عدم معصب، عدم مماثل، وعدم من تقدم، هذا أصحاب النصف. نعم. قال رحمه الله: فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت. الفرع فقد، ونحن دائما نعتبر القرابة بالنسبة للميت. ماتت امرأة وتركت الزوج، هل كان لديها ابن بنت ابن ابن بنت ابن فأكثر؟ لا، إذن الزوج يأخذ النصف. نعم. فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصب. تمام، هذا إذا انفردنا. كانوا جمع بنات بنتا ابن، أختان شقيقتان، أختان لأب، الآن أصبحوا جمع يأخذ الثلثين بنفس الشروط، لكن يتغير شرط واحد، هنا عدم المماثل، هنا وجود المماثل في الثلثين. إذا أخذنا أصحاب النصف وأصحاب الثلثين وأصحاب الربع وأصحاب الثمن. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث الربع. الربع قلنا غرفة الزوجية، وشرط الزوج عكس شرط الزوجة. الزوج عند عدم الفرع الوارث يأخذ النصف، وجد فرع وارث يأخذ الربع، أما الزوجة فأكثر، عدم الفرع الوارث تأخذ الربع، وجد فرع وارث تأخذ الثمن. نعم. والربع فرض الزوج مع فرع لزم وزوجة فصاعدا إذا عدم.
نعم. باب من يرث الثمن. والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر. نعم. باب من يرث الثلثين. والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. نعم. وقلنا من له النصف طبعا الزوج لا. وأراد أن يبين لك أنه أقل الجمع عند الفرضين كم؟ اثنان. اثنان. نعم. يلا مشي. قال رحمه الله: باب من يرث الثلث. باب من يرث الثلث، الأم ترث الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. أشقاء لأب لأم مختلفين، ذكور إناث لا إشكال، المهم جمع اثنان فأكثر. وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، تحفظ زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة النصف والأم تأخذ واحد والأب يأخذ الباقي اثنان، زوجة وأم وأب من أربعة، الزوجة تأخذ واحد، واحد للأم واثنين للأب. نعم. قال رحمه الله: يبقى الثاني، معليش، يبقى الثاني الجمع من الإخوة لأم، جمع من الإخوة لأم، ذكور إناث مختلفين لا إشكال، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكونوا جمع وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية، الذكر كالأنثى، خالفوا الأصل. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فهم شركاء في الثلث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكونوا جمعا يقسم عليهم الثلث بالسوية. انتهينا من أصحاب الثلث. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث عدم، والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. نعم. قال: أب وأم مع أحد الزوجين. طيب، هذا الأم، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. نعم. قال رحمه الله: وفرض جمع إخوة لأمي مع تساو بينهم في القسم. ذكرنا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكونوا جمعا وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية، الذكر كالأنثى. نعم. فهم شركاء. قال رحمه الله: باب من يرث السدس. سبعة: الأب والأم والجد والجدة ولد الأم، أخ أو أخت لأم منفرد، وبنت الابن فأكثر، أخت لأب فأكثر. الأب يأخذ السدس عند الفرع الوارث الذكر، أما مع الفرع الوارث من الإناث يأخذ السدس زائد الباقي. انتهينا من الأب. الأم اختل شرط من شروط الثلث، تنزل من الثلث إلى السدس، وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة، انتهت الأم. الجدة ترث السدس فقط عند عدم الأم، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. الجد يرث السدس عند عدم الأب، فعند وجود فرع وارث من الإناث هو كالأب، يقول هو كالأب عند عدم الأب، إلا في العمريتين ليس كالأب. وعندهم مسألة تأتي وهي الجد والإخوة. إذن الأب الجد كالأب إلا في ثلاثة مسائل: عمريتين والجد مع الإخوة، وسيأتي معنا الراجح. يبقى معنا من؟ يبقى معنا ولد الأم، أخ أو أخت لأم، قلنا بنفس الشروط الثلث، لكن هناك جمع وهنا إذا انفرد، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفردا، جمع أخذ الثلث، انفرد أخ أو أخت لأم السدس. بقي معنا بنت الإبن فأكثر، بنت الإبن فأكثر إلى ما لا نهاية، تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب ابن ابن، تكملة الثلثين يسميها العلماء. أخت لأب فأكثر، تأخذ السدس عند وجود شقيقة لها النصف وعدم المعصب أخ لأب، انتهى أصحاب السدس. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث السدس. نعم. والسدس للأب مع الفرع اثبتي كذا لأم معه أو إخوتي. فرع أو جمع من الإخوة،
نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. هذا هو الجد والإخوة والمسألتين الغراوين سيذكر. نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا من يعدم الأب طبعا. نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم. نعم. وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا. التي هي الأخت لأب. نعم. قلنا بنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر. السدس عند وجود بنت في البنت الابن بنت لها النصف وعدم المعصب، وفي الأخت لأب أخت شقيقة لها النصف وعدم المعصب. نعم. ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدة. الجدة يقول واحدة فصاعدة، مفهوم؟ طيب أم أو أم أب أو أم أبو الأب أم الجد فصاعدة. نعم. وجدة واحدة فصاعدا مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات. نعم، تساوين من الجهات أم أم وأم أب، يقتسمنا السدس أم 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 أب أم أب أب، ثلاث جدات يرثنا الآن لأن تساوى في الدرجة. نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. يعني عندنا القربة من جهة الأم أم أم وأم أم أب، هذه قربة وهذه بعدة، هذه ترث وهذه لا ترث. طبعا اعكس الآن، هذه بعدة من جهة الأم وقربة من جهة الأب أم 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 أب. الراجح الصحيح أن هذه ترث وهذه لا ترث. عندهم هنا يقول التي من جهة الأم أصلية ترث حتى وإن كانت بعيدة. نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب كذاك بعدا جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا. تقدم أم أم وأم أم 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 الأم ترث وأم أم أم لا ترث. نعم. وكل مدل لا بوارث فلا إرثى له وقسم فرض كمل. يقول الآن أبو الأم ذكرناه في الوارثين من الذكور؟ لا لا لا، راح جاب أمه وقال ورثوا لأمي. طيب نقول لا أنت ترث ولا أمك بسلامتها ترث، مفهوم؟ أي نعم. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. قال الآن الحمد لله أكملنا الفرض، خلاص الفرض انتهت، ندخل في ماذا الآن؟ تعصيب. العاصب هو الذي يأخذ جميع المال إذا انفرض، يعني جاءنا ابن فقط ابن في المسألة يأخذ كل التركة أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض زوجة وابن. الزوجة هنا ايش تأخذ؟ وجد فرع وارث تأخذ الثمن، الباقي لمن؟ للابن، مفهوم؟ يسمى عاصب. العصبة عندنا التعصيب على ثلاثة أقسام، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره، ثلاثة أقسام. انتبه يا أخي انتبه يا أستاذ انتبه معي. العاصب بنفسه كل الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لهم، كم العدد صار عندنا الآن؟ الوارثين من الذكور كم عددهم؟ 15. لو حذفنا الزوج والأخ لهم يبقى معنا كم؟ 13. من النساء لا يوجد عندنا عاصب بنفسه إلا المعتقة، لأنها صنعت ما يصنع الرجال، مو تشبه لكن صنعت ما يصنع الرجال، أعتقت. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هنا قلنا 13 وهن واحدة المعتقة، أدخلناها هنا أصبح المجموع كم؟ أقول لك 13 زائد واحد 14. تمام. إذن الآن العاصب بنفسه 14، جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم ومن النساء المعتقة، هذا العاصب بنفسه. الآن نأتي للعاصب بغيره. العاصب بماذا؟ غيره، غير الذكر إيش؟ الأنثى. الإبن يعصب من؟ الإبن يعصب من؟ البنت. البنت. تمام، امشوا معي خطوة خطوة. ابن الابن يعصب من؟
بنت الابن. ابن البنت ما هو وارث. بنت الابن. تمام. الأخ الشقيق يعصب من؟ أخت الشقيق. أخت الشقيق. أخ لأب. أخت لأب. أخت لأب. ابن أخ شقيق. هذا غير وارث. بنت أخ شقيق ما هي وارثة. صح. إذن ابن أخ شقيق ما يعصب أحد. ابن عم شقيق لا يعصب أحد. عم شقيق ما يعصب أحد. إذن عاصب بغير كم؟ أربعة. الابن فأكثر يعصب البنت فأكثر. ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر. الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فأكثر. أخ لأب فأكثر يعصب الأخت لأب فأكثر. فقط أربعة. فلا يضحك عليك أحد يقول ابن أخ شقيق يعصب بنت أخ شقيق. بنت أخ شقيق غير وارثة أصلا. وابن عم شقيق يورث بنت عم شقيق. البنت العم الشقيق لا ترث أصلا. مفهوم؟ تمام. إذن هذا عاصب بماذا؟ أه؟ بغيره. بغيره. تمام. غير الذكر الأنثى. يبقى معنا القسم الثالث، العصبة مع الغير. القاعدة تقول الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. ما معنى هذا؟ يقول الأخوات يعني شقيقات أو لأب واحدة فأكثر، مع البنات أو بنات الإبن عصبات، عصبة مع الغير. مثال: بنت أخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة في المسألة، البنت تأخذ النصف عدم المعصب عدم ماثل. تمام. طيب هل الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف؟ لا، لأنه وجد فرع وارث. فماذا تأخذ هنا؟ الباقي تعصيبا. ما هي القاعدة؟ أخوات مع البنات عصبة، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن، وثلاث أخوات لأب. ثلاث بنات ابن الثلثين عدم المعصب، وجود المماثل، عدم الابن فأكثر، عدم البنت فأكثر. أخذنا الثلثين، يبقى معنا الأخت ثلاث أخوات لأب يأخذون الثلثين؟ لا، لأنه وجد فرع وارث. الأخوات مع البنات عصبات، يأخذنا الباقي، عصبة مع الغير. عاصب بنفسه 13 وعاصب مع غيره 4، وعصب مع الغير الأخوات شقيقاته لأب، مع البنات أو بنات الإبن عصبات، عصبة مع الغير. نعم. قال رحمه الله: طيب يبقى من نقدم ومن نؤخر؟ جاءنا ابن وابن ابن وأخ شقيق وأخ لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب والمعتق وابن المعتق وجد لمعتق وعم شقيق لمعتق. من نقدم ومن نؤخر؟ يقول عندنا أول شيء البنوة وبنوهم، ثم الأبوة والجدودة على الراجح، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العموم وبنوهم، ثم الولاء. من تقدم من تؤخر على هذا؟ البنوة وبنوهم، الأبوة والجدود، الأخوة وبنوهم، العموة وبنوهم، ثم الولاء. مفهوم؟ تمام. الآن جميع الوارثين عندنا عدا الزوج والأخ لأم، مسألة فيها 13 وارث، الابن المهم. عندنا فقط الأب اللي هو يرث فرض، صح؟ يأخذ إيش؟ سدس. وجد فرع وارث. الباقي لمن؟ للابن ولا ابن الابن أو الجد أو الأخ الشقيق؟ الابن يأخذ يحجب البقية. مفهوم؟ تمام. إذا ذكرنا النساء مثلا، لو مسألة عندنا فيها كل الوارثات خلاص، طيب الزوجة تأخذ، الزوجة تأخذ سدس، تأخذ الثمن، وجد فرع وارث. تمام. عندنا من الآن؟ عندنا البنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس. من يأخذ الباقي؟ الشقيقة. مفهوم؟ نعم. تتقدم على المعتقة. يلا يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله: باب التعصيب. طيب لو اجتمع الوارثين والوارثات 25 عندك، اجتمعوا كلهم في مسألة، ها هل ما يمكن يجتمع زوج مع زوجة؟ لازم واحد يموت حتى الثاني يرث. غرفة هذه لا يمكن يدخلوها في وقت واحد، صح؟ تمام. إما زوجة وزوجة، هنا ربع وهنا ثمن إذا كانت زوجة. من يرث؟ يرث الابن والبنت. تمام.
والأب والأم، صح؟ بقي أحد أو لم يبقى أحد؟ قلنا هنا الزوج وهنا أو الزوجة، ولابد من الأب والأم والابن والبنت. نعم، يلا مشي. قال رحمه الله: باب التعصيب. وكل باب التعصيب، وبدأ قلنا بالفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. قال رحمه الله: وكل من للمال طرا ضبطا، وحيثما استغرق فرض سقط. استغرق فرض سقط. عندنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وعم شقيق وابن عم شقيق ومعتق مثلا، الزوج يأخذ النصف، أخت شقيقة تأخذ النصف، بقي شيء للعاصب؟ يقول سقط. مفهوم؟ ما استفاد شيء من الوفاء، ما استفاد شيء إلا البكاء. نعم. قال رحمه الله: أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. نعم، يعني ما أبقت الفروض يكون للعاصب. نعم. وهو إما عاصب بالنفس، عاصب بنفسه قلنا 14. نعم. وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. نعم، عاصب بغيره 4، وعاصب مع غير الأخوات، مع البنات عصبات، شقيقات أو لأب، بنات أو بنات ابن. نعم. فالأول الذكور مع ذات الولى للزوج وابن الأم فيما نقل. ذكرنا لكم جميع الوارثين من الذكور عند الزوج الأخ الأم، ومن النساء المعتقة 14. نعم. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. نعم. والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف.